نتكلم على الحاج مصطفى، بنتكلم على استاذه مارجريت، بنتكلم على نموذج بيحصل عندنا بهذه الطريقه في التنسيق ما بين المؤسسات. انتوا كمصر الخير كمان دورك ايه؟ كنتوا اصلا بادئين قبل التحالف، التحالف لسه احنا بنتكلم على سنه وانتوا بقالكم سنوات طويله ايضا مصر الخير. بنعمل ايه؟ وهل الخدمه اللي احنا بنقدمها بتكون بالمجان بالكامل ولا فيها جزء ناس بتدفع ثمنه؟ طيب مؤسسة مصر الخير يا استاذ احمد بقى لها تقريبا 15 سنه. نعم. بنقدم خدماتنا بشكل مستقل تماما، بقى لنا كتير قوي شغالين على الجزء التنموي والجزء الاغاثي والانساني. نعم. والناس عارفه يمكن عننا الانشطه زي مجالات التعليم، الصحه، التكافل الاجتماعي، البحث العلمي، عندنا رياده في كتير قوي من الانشطه الحمد لله اللي بنقدمها للمواطنين، كلها خدمات مجانيه بالكامل. آه. المستحق نفسه احنا دايما بنسميه مش مستفيد، بنسميه مستحق. آه. لان هو واجب علينا خدمته. نعم. اديت بطانيه، اديت وجبه طعام، اديت جهاز عروسه، كل ده مجاني. ممنوع ان المستحق ممنوع يدفع اي حاجه، انما عاوز ارجع لفلسفه التحالف. آه. في وجوده ده اولا لازم الناس تبقى عارفه ان ده الكيان الاول من نوعه حول العالم. ان يحصل التحالف او التشابك ما بين المنظمات الاهليه المختلفه. وادبيات التنميه، واحنا يمكن انا جاي من هيئات دوليه قبل مصر الخير وحاليا في مصر الخير. فالملف نفسه مش موجود في العالم كله. في الشؤون التنميه محدش عمل كده، محدش عمل كده. وده بيخلينا يمكن زي ما قال الاستاذ مارجريت والاستاذ محمود، انه يا جماعه احنا نقدر نخدم كل الناس. استاذ مصطفى انا اسف. نعم. نقدر نخدم كل الناس. نقدر نخدم كل الناس بدون تقاطع. المستفيد الاول من كيان التحالف المواطن، هو المواطن نفسه. لان النهارده في اول تشبيكه، في اول اجتماع لما جينا حطينا قواعد البيانات على بعضها، لقينا انه عندنا حاله واحده او مستحقه واحده، مش عايز اسميها مستحقه لانها كانت يعني بتتواطأ علينا كلنا، بتاخد اعانه نقديه من 7 جهات. طب ما هو في غيرها 6 محرومين. آه. هي حصلت على 6 خدمات بتاعت ناس تانية اكثر مش مستحقه الا الواحده بس. بالظبط. فبتاخد 7. ده الفلسفه بتاعت التحالف، ان في الاخر نقدر نعمل عداله في توزيع الخدمات. كويس. وقدرنا نوصل اكبر عدد. احنا خلال ال9 شهور اللي فاتوا قدرنا نخدم تقريبا 30 مليون مواطن باجمالي تقريبا 12 مليار جنيه. وده العمل الاهلي، العمل الاهلي، تبرعات، صدقه، وزكاه بتاع المصريين، ونعمة من ربنا ان نقدر نخدم بال12 مليار جنيه اللي تم تجميعها من الصدقات والزكاه نقدم خدمات ل30 مليون مصري. طيب خلينا